السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنبدأ في الثيرد توبيك اللي موجود عندنا. أول توبيك اتكلمنا عليه كان الانترودكشن، وشوفنا فيها types of bonds، ازاي bonds تتكون، ازاي bonds تتكسر، المولاكيولر والاتوميك اوربيتلز ازاي بيتحولوا لبعض. شفنا يعني ايه تتراهيدرال، يعني ايه لينير، يعني ايه بلانر، وبيتكونوا ازاي. شفنا الهايبريدايزيشن، شفنا الالكترونيجاتيفيتي، وشفنا الستابيلايزيشن اللي هي تعتبر الفاكتورز افكتنج الافيلابيلتي اوف الكترونز على سيرتن اتوم. قلنا ان هما كانوا الاندكشن والريزونانس والهايبر كونجوجيشن. كلمتك عن الاندكشن والريزونانس في مكانهم بالتفصيل، وبعد كده قلنا جوه الالكينز اللي هو السكند توبيك كلمتك عن الهايبر كونجوجيشن كقشور شديده جدا من غير ما اديك اي ميكانيزم له. وبعد كده اهوت دخلنا في التوبيك الثاني اللي هو الالكينز، وقلنا ان الالكينز دي عباره عن كومباوندز ما فيهاش اي فانكشن جروبس، بالتالي they are very simple compounds. الرياكشنز بتاعتهم كانت بسيطه خالص، ما فيهاش غير substitution للهيدروجنز بالفري راديكال ميكانيزم. وشوفنا شكل الفري راديكال ميكانيزم بيمشي ازاي. قلت ان انت بتعلي التمبرتشر قوي، تستخدم UV او تستخدم بيروكسايد او اي توف من او اتنين منهم او الثلاثه مع بعض عشان توصل انك تكسر البوند اللي ما بين الاثنين كلورو اتومز هوموليتيكلي، يعني تكسرها بحق ربنا كل واحد ياخد الالكترون بتاعه. وقلنا دي كانت الانيشيشن، وونس انت وجدت او جت فري راديكال اتوم جوه ال ميديم بتاعك، في تشين رياكشن بيشتغل اللي هي البروباجيشن، اللي هو يفضلوا شغالين يخلقوا الفري راديكلز تاني. كل ما في راديكل تخبط في نيوترال مولكيول تعمل رياكشن وتطلع فري راديكل جديده، اللي هي ترجع تخبط في نيوترال مولكيول تاني، ويفضل السيكونس شغال عندك لغايه لما الفري راديكلز كلها تقابل فري راديكلز. لما الفري راديكل بتقابل فري راديكل بتعمل بوند وبتعمل مولكيول نيوترال وما بتطلعش فري راديكل، فهو ده التيرمينيشن. لما كان عندي initiation, propagation و termination. شفنا الميثودز اوف سينثيسيس بتاعتهم وكانت بسيطة. قلنا قدامك سكة من اتنين، يا تجيبهم من نفس عدد الكربونز بس تغير الفانكشن جروب، تلغي او بمعنى اصح تلغي الفانكشن جروب الموجودة، يا اما تجيبهم من lower number of carbons. لما كنت بتجيبهم from the same number of carbons كان في هي one method رئيسية اللي هي reduction، بس reduction to three different classes. يا اما تعمل ريدكشن لل unsaturated compounds اللي هم الالكينز والالكينز، ودي كانت تعمل بالكاتاليتيك هيدروجينيشن، يا اما تعمل ريدكشن للكيتونز اللي هي السي دبل بوند او، وقلنا دي لها طريقتين وولف كيشنر وكلامنزن. كلامنزن عباره عن زنك وميركري واتش سي ال، والولف كيشنر هيدروزين في شويه صوديوم هيدروكسيد. يا اما تعمل ريدكشن لالكيل هالايد بزنك واتش سي ال، تشيل الهالجين وتدخل مكانه هيدروجين. بعد كده السكند ميثود انك تجيبها من lower number of carbons كانت الفورتس رياكشن، اللي هي بتجيب الكيل هالايد اتنين مولكيولز مع بعض بس يكونوا سيمتريكال، يعني نفس الالكيل هالايد ما يبقاش two different alkyl halides، تحط عليه صوديوم ميتال، الصوديوم بيسحب الهالوجين والالكيل جروبس تمسك في بعضها. وكده كنا خلصنا الالكينز. بعد كده هندخل على التوبيك الثالث اللي قلنا ان هو هيبقى الـ unsaturated compounds. يعني ايه unsaturated compounds؟ يعني ايه unsaturation؟ يعني compound جواه pi bond، يعني double او triple bond. انا هديك الالكينز اللي هم double bond compounds، وبعدين دكتورة راوية ان شاء الله هتدخل تكمل وتدي لك حاجة اسمها الالكادينز، يعني اتنين double bond جوه نفس الكومباوند، والالكينز اللي هي triple bond جوه الكومباوند. يبقى unsaturated compounds classified لالكينز الكينز والكادينز، بنقول عليهم conjugated. احنا هندرس لك الconjugated، بس هو في من الالكادينز انواع كتير قوي، في كيوميلاتيف وفي اللي هو الهابهازرد اللي مش محدد له سيستم اللي هو بنقول عليه الايزوليتد، وفي الconjugated. احنا بنركز دايما على الconjugated. زي ما قلت لك انا هشرح لك الالكينز والالكادينز والالكينز، دكتوره راويه هي اللي هتشرحها. بالنسبة للالكينز لهم اسم تاني، بالنسبة للالكينز لو تفتكر الاسم التاني بتاعهم كان بارافينز،
الالكينز الاسم التاني بتاعهم olefins. structure بتاعهم عامل ازاي؟ اتنين كاربونز بينهم دبل بوند، كل واحدة ناقصة لها تو بوندز تانيين تعملهم اي حاجة مش موضوعي، يكونوا الكاربونز تانية الهيدروجينز ماليش دعوة. اللي يهمني هنا ان التو كاربونز دول they are planar. الستراكشر ده كده، المجموعة دي من البوندز they are planar، they are in the same plane. نوع الكربون دي ايه؟ sp2. نوع الكربون دي ايه؟ sp2. البوندز هنا كام؟ 120. الجنرال فورملا بتاعتهم ايه؟ بما انك شلت هيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا وعملت دبل بوند، يبقى انت هتقلل اتنين هيدروجينز عن الالكينز. الالكينز كانت كام؟ CnH2n plus 2، يبقى شيل ال plus 2 يبقى CnH2n. دي الجنرال فورملا بتاعت الالكينز. نبدأ بعد كده نبص على النومنكليتشر بتاعتهم، اللي هي زي ما اتفقنا أول حاجة بعد الجنرال فورمولا بنبص عليها في أي class of compounds النومنكليتشر بتاعتهم. النومنكليتشر قلنا في common وفي ايوباك. الكومن في عندنا two types of names، حاجة اسمها الفاينل وحاجة اسمها الألل، هشرحهم لك بالتفصيل في الآخر زي ما شرحتهم لك كمان في السمر. بس بوجه عام الفاينل عبارة عن اتنين كاربونز بس بينهم دبل بوند، الألل عبارة عن 3 كاربونز اتنين منهم التيرمينال اللي على الطرف بينهم دبل بوند، وبعد كده في واحدة ما فيهاش دبل بوند. يعني من الآخر عشان تقول فاينل لازم تشوف المنظر ده بالذات، CH2 دبل بوند CH، ومن هنا يكمل أي حاجة. مش لازم دي، لازم تشوف الحتة دي عشان تقول فاينل. فاكر في الأيزونيو لما قلت لك ما تغيرش حاجة لازم تشوف المنظر زي ما بكتبه لك؟ أهي الفاينل والقلل نفس الكلام، عشان تقول فاينل لازم تشوف المنظر ده بالظبط، CH2 دبل بوند CH، هنا يمسك اللي يمسك مش موضوعي. عشان تقول قلل لازم تشوف المنظر ده، CH2 دبل بوند CH سنجل بوند CH2، وبعدين من هنا يمسك اللي يمسك. نيجي بعد كده نبص للايوباك نومنكليتشر، اللي هي الرولز الرئيسيه اللي احنا بنسمي عليها اي كومباوند حتى لو عمرنا في حياتنا ما شفناه قبل كده. الرولز من هنا هتثبت، هقولها لك جنرالي الاول، اللي هي عشان مش كل كلاس نقول لك ايه هي الرولز، هي رولز ثابته ما بتتغيرش، بس هنغير كلمه بس في كل كلاس. الرولز بتقول لك مبدئيا دور على اللونجست شين، بس انا بشاور هنا على اللي انا هقوله هوجهك للكلمه اللي بتتغير. يقول لك دور على اللونجست شين، البيرنت بتاعك هيبقى اللونجست شين، مكتوب لك هنا ايه؟ containing the double bond. لا انا بقى هقول لك الكلمه الجنرال ايه، دور على اللونجست شين containing الهايست priority functional group. انت بدات دلوقتي تدخل فانكشنال جروبس. يعني ايه فانكشنال جروبس؟ يعني اي حاجه غير كاربونز وهيدروجينز سنجلي بوندد تو ايتش اذر. الدبل بوند از ا فانكشنال جروب، التريبل بوند از ا فانكشنال جروب، الاكسجين از ا فانكشنال جروب، النيتروجين از ا فانكشنال جروب. اي حاجه غير كاربونز وهيدروجينز سنجلي بوندد تو ايتش اذر اسمها فانكشنال جروب عندنا. يبقى انا بقول لك دور على اللونجست تشين كونتيننج الفانكشنال جروب، ومش اي فانكشنال جروب، الهايست برايورتي. يعني ايه كلمه الهايست برايورتي فانكشن جروب؟ الفانكشن جروبس كتير، ساعات بيبقى في نفس التشين تلاقي اتنين تلاته فانكشن جروبس في نفس الوقت. يعني تلاقي في دبل بوند اهي موجوده، بص انت بص عندك هنا ايه، في دبل بوند وفي او اتش، الاتنين موجودين مع بعضهم. ما هي الدبل بوند دي از ا فانكشن جروب والاو اتش از ا فانكشن جروب. طيب افترضنا ان هما مش على نفس التشين، افترضنا ان في تو تشينز واحده فيهم على برانش، وبالتالي انا محتاجه اختار which functional which chain to choose as a parent chain، وهي اللي هديها الاسم الاصلي بتاع الاب. احنا دايما عندنا البيرنت اللي هو الاب، اسمه بيجي في الاخر وبعد كده substitutions بتيجي قدام. جميل، اختارها ازاي؟ قال لك ال highest priority، دور على longest chain containing the highest priority. يعني ممكن يبقى في عندك two chains، واحده خمسة كاربونز والتانية سبعة كاربونز، وبالرغم من ذلك تختار الخمسة كاربونز. ليه؟ هي اللي فيها الفانكشنال جروب. ممكن يكون الاثنين فيهم فانكشنال جروبس، لا هي اللي فيها الهايست برايورتي فانكشنال جروب. يعني ايه الهايست برايورتي فانكشنال جروب؟ في عندنا ترتيب اولويات للفانكشنال جروبس، اما واحدة فيهم تتوجد تكوك بالباقيين كلهم. الترتيب ده لو دخلت على جوجل وكتبت البرايورتيز اوف فانكشنال جروبس هيطلع لك جداول وسكيمز ايمجز وسكيمز ومناظر كتير قوي فيها الترتيب بتاع الفانكشن جروبس، كلهم زي بعض، ما تفرقش معايا انهي واحد تبص عليه. بس في الاخر احنا في كل كلاس هنقول لك الترتيب بتاع البرايورتي بتاعتها بالنسبه للي قبلها يبقى عامل ازاي. بالنسبه للدبل بوند
هي طبعا لها higher priority than ال alkanes اللي هم methyl وethyl. يعني لو في substituent as a methyl وethyl، لا طبعا انا افضل لما يكون في double bond. كل ما هيجي class بعد كده كل ما هنقول لك ال priority بتاعته بالنسبه لي اللي قبله كلهم. عايز تبص عليه ك view سريع، زي ما قلت لك تدخل على جوجل اكتب ال priorities of function groups، هتطلع على جداول كتير قوي فيها الترتيب. مبدئيا هو الاسيد بتبقى اعلى حاجه هي الدريفتس بتاعتها، وبيجي بعدها الامينز والالكولز، الالديهايد سوري والكيتونز الاول، وبعد كده الامينز والالكولز، وبعد كده الانساتوريتد كومباوندز، وبعد كده الهالوجينز، وطبعا الالكايل جروبس دي اخر حاجه خالص. فانا بقول لك دور على اللونجست تشين كونتيننج الهايست برايورتي فانكشن جروب. انا هنا بتكلم على الالكينز يبقى هقول لك كونتيننج الدبل بوند. دكتوره رويا لما هتتكلم على الالكينز هتقول لك كونتيننج التريبل بوند. لما قدام شويه نبدا نتكلم على الالكولز هنقول لك كونتيننج الاو اتش. لما هنتكلم على الامينز هنقول لك كونتيننج الامين. لما هنتكلم على الاسيدز هنقول لك كونتيننج الاسيدز. اند سو هنفضل ننوع عليك كده احنا انهي فانكشن جروب. ودايما بقول لك ما تشغلش بالك بقى بكونتيننج ايه، هي كونتيننج الهايست برايورتي فانكشنال جروب، والباقي كلهم بالنسبه لها they are substituents. بعد ما تدور على longest chain containing the highest priority function group، لو طلعت ال highest priority function group بتاعتك هي الدبل بوند، يبقى انت دلوقتي اصبح عندك هتسمي ال parent بال suffix و prefix. ال prefix بتاعك بيدل على ايه؟ بيدل على عدد الكربونز، يعني زي ال alkanes بالظبط. يبقى هتجيب اسم ال alkane اللي كان فيه نفس عدد الكربونز ده. وبعدين تبدا تشيل بقى ال suffix من واحد للتاني. في حاله ال alkanes بشيل ال ain واحط مكانها in. في حالة الدكتورة راوية الالكاينز هتشيل الان وتحط عين. في حالة الاسيدز بنشيل الان ونحط اويك اند سو اون، بنشيل الاي بس بتاعت الان ونحط اويك اند سو اون. بنفضل بقى نغير في السفكس بتاعنا حسب الفانكشن جروب اللي انا اخترتها تو بي ذا هايست برايورتي. لقيت ان هي دي الهايست برايورتي واخترت البيرنت اللي هي فيه، ببدا اشيل السفكس بتاع الالكين. دايما برجع لاسم الالكين اللي فيه نفس عدد الكربونز، هي دي الرول بتاعت الاي وباي. دور على اللونجست تشين containing the highest priority function group، شوف الالكين اللي فيه نفس عدد الكربونز ده اسمه ايه، خد بدايه اسمه البريفكس بتاعه وشيل السفكس بتاعه وحط السفكس بتاع الفانكشن جروب اللي انت بتتكلم عليه. بس كده بقيه الرولز ثابته. اعمل نمبرنج فروم السايد اللي يدي الهايست برايورتي فانكشنال جروب ديت الليست possible number. لو من الناحيتين ممكن اديها نفس الرقم، يبقى شوف اول اختلاف هيظهر عندك بقيه السبستيتونز اول اختلاف يظهر فين، وتحاول تدي least possible numbering. بس انا هنا زودت حاجه، انا مش بدي لاي سبستيتونت least possible numbering، انا بدي للهايست برايورتي اللي انا اخترتها to be parent، هي دي اللي انا هديها اللوست بوسيبل نمبر، وبقيه السبستيتونز تيجي زي ما تيجي. لو عندي تو اوبشنز يبقى احاول اخليهم اوطى حاجه، لكن لو مفيش غير وان اوبشن بس اللي بيدي الهايست برايورتي فانكشن جروب الليست بوسيبل نمبرنج، يبقى هو اللي انا همشي عليه، حتى لو بيدي السبستيتونز رقم اعلى مش مشكله. انا يهمني ان اللي تاخد الليست بوسيبل نمبر الهايست برايورتي فانكشن جروب. كده الرولز بتاعت الاي باك خلصت من النهارده لغايه لما تخلص اورجانيك كيمستري، ما عدا طبعا الكلاس بتاع الهيتيرو سايكليك كومباوندز والبولي نيوكلير، لكن فيما عدا ذلك انت كده خلصت النومنكليتشر رولز بتاعت الاي باك. هي ثوابت لونجست تشين كونتينينج الهايست برايورتي فانكشن جروب، اعمل نمبرنج فروم ذا سايد اللي يدي الهايست برايورتي فانكشن جروب الليست بوسيبل نمبر. كده خلصت الرولز بتاعتك، بتبدا تطبقها على كل كلاس بطريقتها، بتحدد البرايورتيز وتطبق وخلاص. الدبل بوند ماسكاها اثنين كاربونز. طيب اما اجي اقول ان، انا هقول الك وان، الان دي لازم احدد لها مكان، اديها انهي رقم؟ يعني هنا في 1 و2، او لو انا كنت رقمت من هنا، والطبيعي ان انا هرقم من هنا لان الاو اتش لها هاير برايورتي، فانا هرقم من هنا فهقول 1 2 3. طب اقول 2 ولا 3؟ يعني هي 2 ان ولا 3 ان؟ لا هي 2 ان، اخد الرقم الاصغر، في 2 كاربونز اخدين رقمين كونسيكتيف ورا بعض، باخد الرقم الاصغر منهم اللي هي الرول الثابت بتاعنا. جميل، تعالى بقى نشوف الكلام ده على شويه اكزامبلز. تعالى نشوف الكلام ده على اكزامبلز زي كده. احنا اتفقنا ان لما بنلاقي روس كده اهوت دي معناها انها كاربونز، مش دايما بنكتب الكاربونز والهيدروجنز، بنسيبهم بنقول على ده كده اللي هو الستيك موديل، اللي هو نقدر نرسم خطوط كده، واي تقاطع ما بين خطين او اي نهايه خط دي عباره عن كاربون. والبوندز الكربون بتشيل 4 بوندز، يعني الكربون دي شايله ادي بوند اهو، في 3 تانيين انت مش شايفهم يبقوا هيدروجنز. الكربون دي حواليها ادي بوند 2 3 يبقى ناقصها بوند، يبقى البوند اللي فاضله هيدروجن.
and so on. دي طريقتنا في رسم البار سيستم بتاع الكومباوند الاورجانيك كومباوندز. تعال نشوف كومباوند زي ده جواه كام كربون. ادي 1 2 3 4 5 يبقى ده بنت ولسه ما اعرفش السافكس. ابص جواه في دبل بوند يبقى إين، لو ما كانش في دبل بوند كان بقى بنتين. جميل، ناقص لي احدد مكان الإين، الإين دي مكانها فين؟ لو بدأت من هنا يبقى دي 1 2، ولو بدأت من هنا يبقى دي 1 2 3، يبقى مين اللي أوقع إن أنا أقول 2؟ خلي بالك إنك من هنا الدبل بوند كانت متشالة على كربون نمبر 2 وكربون نمبر 3، أنت لما اخترت تقول اخترت تقول 2، بتختار الرقم الأقل للدبل بوند، سواء من المكان اللي بترقم منه وكمان سواء من الرقمين اللي هي أوريدي واقعة ما بينهم، دايما بتنقي أقل رقم عشان تقول. خلي بالك انك ممكن تقول 2 بنتين والبديل الثاني واللي برضو بنعتبره صح انك تقول بنت 2 إين، ده صح وده صح، الطريقتين في التسمية صح، مفيش فيهم مشكلة. تعالى نبص على الاكزامبل الثاني، كومباوند زي ده عندك ادي 1 2 3 4 5 او 1 2 3 4 5، هنا 5 وهنا 5. تعالى هنا ادي 1 2 3، طبعا الثلاثة لا، يبقى معايا الخمستين هما متساويين زي بعض. لو بصيت على السبستيتيونز او لو بصيت على الفانكشن جروبس اللي عليهم هتلاقيهم زي بعض، فبالتالي نقل اللي يعجبك، عايز تكمل كده عايز تكمل كده ما تفرقش. يبقى ده برضو بنت وفي دبل بوند يبقى بنتين. ارقم بقى من هنا ولا من هنا؟ من هنا الدبل بوند اخذت 1، من هنا المثل اخذت 2 والدبل بوند هتاخد 4، يبقى اكيد انا هرقم من هنا، يبقى 1 2 3 4، يبقى على 4 في مثل وعلى ال 1 في بنت إين. تعال نشوف كومباوند زي ده معاك تشينز، ادي عندي 1 2 3 4 5 6 ومن هنا ادي 1 2 3 4 5 ومن هنا ادي 1 2 3 4، معايا تشين فيها 5 وتشين فيها 6 وتشين فيها 4. اللي انا لسه كنت قايلاه في الالكينز يقول لك تختار الستة، 1 2 3 4 5 6، بس تعالى كده شوف اللي انا بتكلم عليه ده، لو انت كنت اخترت فعلا التشين دي هتلاقي نفسك بتختار تشين ما فيهاش الفانكشنال جروب، وده مش صح. الصح انك دايما تختار التشين اللي جواها الفانكشنال جروب، لازم تختار التشين اللي جواها الفانكشنال جروب اللي هي الدبل بوند في الحاله دي. بالتالي هتختار انهي تشين؟ الحمراء دي لا ما تنفعش رغم ان هي الاطول، هي اطول بس معلهاش الفانكشنال جروب، بنختار التشين الزرقاء اللي هي هتبقى دي اللي هي 5 كاربونز. اخترت هنا تشين اقصر بس هي اللي جواها الفانكشنال جروب، دي اهم رول بتضاف في الكلاسز بتاعه الاورجانيك كيمستري. في الالكين ما بنقولش كلمه فانكشنال جروب، بنقول لونجست تشين ونسكت. في حاله لما بتبدا تدخل فانكشنال جروب بنقول اللونجست تشين كونتيننج الفانكشنال جروب، يعني لو في تشين اطول منها بس ما فيهاش الفانكشنال جروبس، عباره عن الكين سك فاضي ما فيهوش فانكشنال جروبس، ما يكسبش. الالكين اللي جواه فانكشنال جروب اللي عليه حاجه غير الكربونز والهيدروجنز بسنجل بوند هو اللي هيكسب حتى لو كان اقصر. في حاله زي دي انا اخترت التشين ديت 1 2 3 4 5 رغم ان في 6 بس برضو ما تنفعش عشان ما فيهاش الفانكشنال جروب، واصبحت الاين على كربون نمبر 1 وعلى كربون نمبر 2 في عندي سبستيتيونت اللي هي الاثر. على الكومباوند زي ده في عندك ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 ومن هنا برضو هيعملوا نفس الثمانية، ولو اخدت من هنا ادي 1 2 3 4 5 ولو اخدت من كده 1 2 3 4 5 6، يبقى انت في عندك 5 و 6 و 8. مبدئيا لازم تاخد التشين اللي فيها الدبل بوند، فيبقى احنا بنتكلم على تشين يا كده يا تاخد التشين دي يا اما تاخد التشين دي. تعالى نعدهم بقى تاني،
الحمراء عبارة عن ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، والزرق عبارة عن ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية، يبقى التمانية هتكسب والاتنين فيهم فيهم الفانكشن جروب. ارقم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ من هنا الدبل بوند هتاخد 2، ومن هنا الدبل بوند هتاخد 1 2 3 4 5 6، يبقى اكيد لما الدبل بوند تاخد 2 هتبقى افضل، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. وعلى كاربون نمبر 2 في دبل بوند، وعلى كاربون نمبر 2 في ميثيل، وعلى كاربون نمبر 5 في انذر ميثيل، يبقى 2 5 داي ميثيل. قلنا ما بنكررش السبستيتيوت، بنقول داي وتراي 2 اوكتين. نيجي الكومباوند زي دوت، المفروض ان انا عندي تشين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اي تشين تانية دول او دول من هنا لو بدأت من هنا او بدأت من هنا هيها، لان دي مثل ودي مثل ودي مثل. الفكرة انا مقدرش اخد كده لان اولا هي قصيرة، ثانيا ما فيهاش الفانكشنال جروب. يبقى دي 6 كاربونز، على كاربون نمبر 2 في دبل بوند، وعلى كاربون نمبر 5 في 2 مثل. تعالى الكومباوند زي ده، معاك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ارقم من هنا ولا من هنا؟ من هنا الدبل بوند هتاخد واحد اتنين، ومن هنا هتاخد واحد اتنين، يبقى تساوي، يبقى بدور على الفيرست ديفرنس. الفيرست ديفرنس زي ما قلنا في الايو باك، هنا اصبحت الكلورو من الناحية دي، الكلورو تاخد واحد ومن الناحية دي الكلورو تاخد اربعة، كده كده الدبل بوند اخد اتنين، فيبقى انت هترقم من هنا وتوصل للاربعة. كومباوند زي دوت، لو بصيت هنا على التشين دي هي عبارة عن 5 كاربونز، لو اخدت من هنا 1 2 ولو اخدت من هنا ال OH اخده 1 والدبل بوند اخده 1 2 3، من هنا الدبل بوند اخده 2، من هنا الدبل بوند اخده 3، فبالتالي المفروض ان كان هنا يكسب. بس ما تنساش ان في هنا OH، دي another function group ولها higher priority than الدبل بوند. في عندنا حاجة اسمها priorities of double bond، لو دخلت على جوجل وكتبت priorities of double bond هيطلع لك صورة جدول في الفانكشن جروبس كلها بترتيب البرايورتي او الاولوية بتاعتها في التسمية. البرايورتي دي هي اللي بتحكم هرقم منين، من عند انهي سايد. كل ما كان الجروب اللي لها higher priority في اتجاه معين بختار ان هي ال highest priority دي هي اللي تاخد ال least possible numbering، حتى لو ده اللي مش هيدي بقية substitutes ارقام واطية، مش مهم، المهم ان ال highest priority هي اللي تاخد ال least possible numbering. وفي كل class من ال organic chemistry compounds بنقول لك ال priority بتاعته بالنسبة لل other classes اللي اعطيناها لك. فمبدئيا ال double bond من ال priorities الواطية، من الحاجات القليلة في ال priorities، ال OH من الحاجات الوسطية، وبالتالي هنرقم من هنا ويبقى ده عبارة عن 3 pent in 1 all. كان ممكن أقول pent 3 in 1 all، وعشان كده ساعات بندخل الأرقام في النص عشان أبقى عارفة الرقم يخص أنهي suffix. كومباوند زي ده، ده عبارة عن 6 كاربونز أهم، بس مش كاربونز عادية، مش chain مفرودة على السطر، لا دي cyclic، أخدة شكل حلقة فبنقول عليها cyclic compound، فبنقول عليها cyclohexane. السايكلوهيكسين ده هرقم من عند الاكسجين برضو، من عند الـ OH لانها لها higher priority، وبعدين اشوف في الحالة دي الدبل بوند تاخد ايه. كان ممكن اقول 1 2 3، وكان ممكن اقول 1 2 3 4، اكيد لما الدبل بوند تاخد 3 يبقى افضل، كده كده الـ OH هي اللي هتاخد 1. لو عندي اكتر من دبل بوند عادي بحدد اماكنهم عادي خالص بنفس الطريقه، واقول 1 4 او 1 3 او 1 5 ايا كان اماكنهم، واقول داي ان. الدبل بوند زي اي سبستيتيوت، زي ما كان في داي ميثيل في داي ان، دي الان الطبيعيه بتاعت الالكين، واحط قبلها داي، يبقى ده عباره عن بنتا داي ان، بيوتا داي ان، هكسا داين، لو كانوا ثلاثة كان بقت تراين، لو كانوا أربعة كان بقت تتراين، and so on. أي substituent وأي functional group لما بتتكرر ما بكررهاش، بقول داي وتراي وتترا، وده ينطبق على double bond والtriple bond وعلى أي functional group في الدنيا، وأماكنهم بتتحدد according to the rules زي ما اتفقنا، أدي least possible numbering لل highest priority functional group. The other examples فيها برضو more than one double bond، اهي البيت هنا 2 و 4 داي ان،
والترقيم عادي خالص مفيش اي مشكلة. وهنا نفس الكلام كان عندي ال1 وال4 داي ان. في عندي common names common قوي ومعتادة ومشهورة. المنظر ده اسمه الفاينيل او الفاينيل جروب، والمنظر ده اسمه الاليل او الاليل جروب. مبدئيا ايه الفاينيل وايه الاليل؟ الفاينيل عبارة عن ان انت عندك سي ماسكة في سي وبينهم دبل بند، وبعدين من هنا ركب اللي يعجبك، ولازم تكون تيرمينال. الفاينيل او الفاينيل لازم تكون تيرمينال على الطرف، سي ماسكة في سي. هنا ممكن تحط اتشات او تحط هالوجينز او تحط اي حاجة، المهم مش كاربونز تاني، وتمسكهم هنا في اي حاجة. لو لما مسكتهم في أي حاجة الحاجة دي كانت كاربون وبينهم وبينها سينجل بوند وبعدين مسكتنا في أي حاجة هتسميها ألل. نجي نبص ثاني على المنظر، اتنين كاربونز بينهم دبل بوند وبعدين يمسكوا في أي حاجة هنا اسمها فاينل جروب. لو بقوا ثلاثة كاربونز الاتنين التيرمينال بينهم دبل بوند واللي بعدهم بينها وبينهم سينجل بوند ده اسمه الألل جروب. دي كده common names متعارف عليها عندنا. بعد كده زي ما اتفقنا اي كلاس بناخد الميثودز اوف بريباريشن او السينثيسيس بتاعته. انا المفروض بحاول احضر الكين، بحضره من ايه؟ بحضره من كومباوند فيه اتنين كاربونز ماسكين في بعض، حد ادنى للالكين 2 كاربونز، مفيش الكين هيبقى فيه 1 كاربون. انا كده كده شرطه ان الكين يعني سي دبل بوندد لسي، يبقى حد ادنى يبقى فيه 2 كاربونز. المفروض ان انا بجيب كومباوند الاتنين كاربونز اللي فيه ماسكين في بعض بسنجل بوند وبخلق ما بينهم الدبل بوند. جميل، يبقى المفروض ان في هنا حاجه وفي هنا حاجه، اشيلهم الاثنين مع بعض علشان احط الدبل بوند. عاده اسهل حاجات تكون موجوده هي هالوجين او او اتش، واحط قصادها الناحيه الثانيه اتش. لو شلت اتش مع او اتش ابقى بشيل ميه، ولو شلت اتش مع هالوجين ابقى بشيل هيدروجين هالايد. جميل، اشيل ده ازاي واشيل ده ازاي؟ هيدروجين هالايد يعني HCl HBr AD، دي الاسيدز بتاع الهيدروكلوريك اسيد والهيدروبروميك اسيد. يعني انا عايز اسحب اسيد مولكيول، لما احب اسحب اسيد مولكيول اسحبها بايه؟ اسحبها ببيز. يعني احط ايه؟ يعني احط الكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد، دي الحاجه اللي تسحب لي اسيد. طب لو انا عايز اسحب ميه اسحبها بايه؟ عاده اللي بيسحب الميه الدي هايدريتنج ايجنتس. اشهر دي هايدريتنج ايجنت ايه هو؟ الكونك سلفيوريك اسيد، واكون بسخن. بس لاحظ هنا ان التسخين يكون عند 160 ل 180 درجه، بتعلى فوق ال 160 درجه، لان اقل من كده بيديك حاجه تانية وهقول لك عليها في مكانها. يبقى زي ما اتفقنا ال preparation بتاعة ال alkenes عبارة عن انت يا اما تكون عندك OH وفي الحالة دي ده يبقى اسمه alcohol، يا اما يكون عندك halogen ويبقى ده alkyl halide. واهم حاجة ان الكربون اللي عليها الهالوجين او الكربون اللي عليها ال OH الكربون اللي جنبها يكون عليها H عشان يطلعوا معاهم في صورة يا اما هنا هو مية يا اما هنا هو في صورة hydrogen halide. قلنا المية بسحبها ب dehydrating agent قوي زي كونك سلفيوريك، وال هيدروجين هالايد اللي هو الاسيد الانورجانيك اسيد بسحبه بسترونج بيز زي الالكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. الايثانول اهو ده الكحول، وهنتكلم عن الالكولز بالتفصيل، واحط عليه بوتاسيوم هيدروكسيد يعني احط بيز. في الحالتين بسحب الهيدروجين من على كربون والهالوجين من على كربون، او الهيدروجين من على كربون والاو اتش من على الكربون اللي جنبها واوجد الدبل بوند. زي ما قلت لك التمبرتشر هنا مهمه، لو نقصت عن ال 160 ونزلت لل 140 بتديك حاجه تانية خالص هقول لك عليها في مكان. اخر ميثود اوف سينثيسيس موجوده في الالكينز اللي هي تعتبر مختلفه شويه، انك بدل ما تسحب هيدروجين من كربون و اتش من كربون او هيدروجين من كربون وهالوجين من كربون، تسحب اثنين هالوجينز من تو ادجيسنت كربونز، ادي كربون والكربون اللي جنبها، دي عليها هالوجين ودي عليها هالوجين، تسحب الاثنين هالوجين يعني تسحب مولكيول اوف هالوجين. تسحبها ازاي؟ تسحبها بميتال زي الزنك في الكحول، يعني الكحوليك زنك ميثانوليك سولوشن اوف زنك. يسحب لك اثنين برومين او اثنين هالوجين من على الكايل دايل هالايد كومباوند، يدي لك الزنك هالايد
ويدي لك الالكين. دي one more method for the synthesis of alkenes. بعد كده بنتكلم على الرياكشنز بتاعتهم، ولو جينا نبص على الرياكشنز احنا متفقين ان احنا بنتكلم على كربون ودبل بوندد لكربون تاني. الرياكشنز بتاعتهم هتكون ايه؟ انا بتكلم على الرياكشنز بتاعت الفانكشنال جروب دي، يعني ماليش دعوه باي حاجه جنبها، يعني ايا كان اللي جنبها من هنا ده له رياكشنز تانيه ما تخصنيش. انا بتكلم على الحته دي، ايه الرياكشنز بتاعتها؟ طبيعي خالص انا عندي سنجل بوند قلنا قويه ما اقدرش اكسرها، بس في البوند التانيه اللي بعدها دي قابله للكسر، بالتالي انا اقدر افتح واحط حاجات تانيه، هرجعها كده تاني واحط حاجات تانيه. مبدئيا يبقى انا كده بتكلم على addition reactions، يبقى الرياكشنز بتاعت الدبل بوندز كلها واللي زيها التريبل بوندز اللي جايين الكلاس اللي بعده عباره عن addition reactions، اكسر الدبل بوند وارجعها single bond واحط other functional groups او other atoms. مبدئيا ممكن تحط ايه؟ ممكن تحط هيدروجنز ترجعها للالكين. ممكن انت اساسا لما سحبت ايه؟ لما جيت تعمل لهم سينثيسيس سحبت هيدروجين هالايد مره وسحبت ووتر مره تانيه، رجعهم تاني عشان تحط هيدروجين، بتضيف هيدروجين قلنا في وجود كاتاليست، اي كاتاليست يعجبك. عشان تحط اتش واو اتش تحط ايه؟ تحط ميه، يبقى بتضيف ميه بس تحط معاه اسيد عشان خاطر يبقى كاتاليست برضو. عشان تضيف هيدروجين هالايد تقوم حاطط ايه؟ هيدروجين وهالوجين، الهيدروجين يدخل على كربون والهالوجين يدخل على الكربون الثانيه وتكسر الدبل بوند. كان ممكن تضيف حاجه ثانيه غير ده كله، انك تضيف اتنين اتومز من الهالوجين، في الحاله دي تفتح وتدخل هالوجين هنا وهالوجين هنا. حلو الكلام. في الحاله الاولانيه اللي هي لما بتضيف الهيدروجين الكاتاليتيك هيدروجينيشن، وفي الحاله الاخيره لما بتضيف الهالوجين، في الحالتين دولت انت اللي بتضيفها سيمتريكال مولكيول، هنا ده هيدروجين وده هيدروجين مش فارقه انهي فيهم اللي دخل يمين وانهي فيهم اللي دخل شمال، وهنا ده هالوجين وده هالوجين مش فارقه مين اللي دخل يمين ومين اللي دخل شمال، فبالتالي ما عنديش فيهم مشكله. المشكله في التو كيسز اللي في النص دولت، لما بتحط هيدروجين هالايد او تحط ميه، المولكيول اللي انت بتضيفها دلوقتي مش سيمتريكال، الهيدروجين حاجه والاو اتش حاجه، فانا فارق معايا مين فيهم داخل فين. لو الكيس اللي قدامي ان انا بدخل على اتنين كاربونز بس يبقى ما عنديش مشكله، لان دخل هنا دخل هنا في الاخر ده تيرمينال وده تيرمينال مش هتفرق كتير، ده انا بلف بس المولكيول. المشكله لو كانت الاتوم اللي بدخل عليها سوري المولكيول اللي بدخل عليها هي كمان مش سيمتريكال، يعني ايه؟ يعني لو بدل ما انا بدخل على الايثين بدخل على البروبين مثلا، يعني لو انا عندي المولكيول بتاعتي شكلها عامل كده وجيت ادخل عليها هيدروجين هالايد او ميه مش هتفرق كتير. لو انا دخلت الهيدروجين هنا والهالوجين هنا يدي كومباوند، ولو انا عكست يدي كومباوند تاني خالص. ازاي؟ تعالى جرب كده. هنا انا دخلت مره الهالوجين هنا ومره الهيدروجين هنا، وفي المره التانيه انا جيت دخلت الهالوجين هو اللي هنا والهيدروجين هو اللي هنا. بص على ده عباره عن 2 كلورو بروبين، في حين ده 1 كلورو بروبين، يعني ده 1 كومباوند وده another كومباوند خالص، على عكس لما كانوا just 2 كاربونز. حط الهيدروجين هالايد حطهم مره هنا ومره هنا، هنا كان ال1 كلورو ايثين ولما دخل هنا برده هو ال1 كلورو ايثين بس رقم من الناحيه الثانيه. المشكله كلها في لما الالكين بتاعك يكون مش سيمتريكال والمولكيول اللي بتضيفها عليه برضو مش سيمتريكال. لو واحد فيهم سيمتريكال خلاص، سيمتريكال يعني جواه ميرور ايمج، يعني جواه بلين اوف سيمتري، يعني جواه بلين يقسموا اتنين بالظبط قد بعض. في الحاله دي ما بتفرقش انت بتضيف فين، لو الدبل بوند دي اسمى الكومباوند الاثنين ايدنتيكال ايمجز لبعض يبقى ما عنديش مشكله، ولو المولكيول اللي بضيفها زي بعضها برضو ما عنديش مشكله. المشكله كلها بتظهر لما الاثنين يبقوا اسيمتريكال، يعني بضيف المولكيول اللي بضيفها حاجه هنا وهنا جنبها حاجه ثانيه غير الاتش، او وفي نفس الوقت الالكين بتاعي يكون مش سيمتريكال. انا لو قسمت هنا اثنين كاربونز وهنا 1 كاربون يبقى ده مش سيمتريكال. في الحاله دي في رول مشهور قوي بيقول لك ايه؟ الرول بيقول ان الهيدروجين انت حاطط هيدروجين ومعاها حاجه ثانيه بغض النظر ايه هي،
مش هتفرق معايا ايه اللي هنا ده، اهي شخبطه، اهي ما بقولش حتى ايه هي شخبطه. الرول بيقول لك ان الهيدروجين يدخل على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ نشوف بقى الكلام ده بيتم ازاي. اجي ارسم الستراكشر بتاعي بقى مظبوط. الستراكشر بتاعي اهو، لو عندي حاجه زي البروب ان، كملت البوندز بتاعتي وحطيت الهيدروجينز مظبوط على الستراكشر بتاعي ورسمت بروب ان، بروب 1 ان، وجيت حطيت عليه الهيدروجين هالايد. الرول بيقول لك ايه؟ بيقول لك دخل الهيدروجين على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر. طب تعالى نشوف الكربونز اللي عندي. في عندي كربون عليها 3 هيدروجينز، كربون عليها 1 هيدروجين، وكربون عليها 2 هيدروجينز. يبقى اللي عليها 3 هي اللي عليها هيدروجينز اكتر، صح الكلام؟ لا طبعا غلط. ليه؟ لان الكربون اللي عليها 3 هنا مش طرف في دبل بوند اساسا. انا لما بقول الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر اقصد بالنسبه للتو كربونز اللي ماسكين الدبل بوند. ما تبصش على بقيه الاستراكشر، انت بتبص على الحته بتاعت الدبل بوند هنا بس. يبقى انت الغي دي خالص من في سكتك، وبتفكر في ايه؟ بتفكر في كربون عليها 2 هيدروجينز وكربون عليها 1 هيدروجين. مين اللي عليها هيدروجينز اكتر؟ اكيد اللي عليها 2، يبقى هي دي اللي هيدخل عليها الهيدروجين. يبقى لما اجي ارسم البرودكت بتاعي، يبقى البرودكت بتاعي عباره عن CH3CH وفتحت الدبل بوند وادي CH2، ادخل الهيدروجين على اللي عليها 2 هيدروجينز والهالوجين اكثر. جميل. طب تعالى لو انا بدخل ميه هيبقى نفس الكلام، هفتح الدبل بوند، انت بتحط هنا HOH، ما هي دي المية H2O، هتفتح الدبل بوند وتدخل ال H على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر وال OH عكسها. الرول ده اسمه ايه؟ اسمه ماركونيكوفز، ماركونيكوفز رول. وفي عكسه، في الانتي ماركونيكوف. يعني ايه في عكسه؟ ايه معنى الكلمه اللي انا بقولها دي؟ ما هو احنا عندنا في الكيمستري زي ما قلت لك في الاول، مفيش حاجه اسمها ان يطلب منك تعمل سينثيسيس لكومباوند وتقول مستحيل. مفيش حاجه اسمها كده. هو مش نافع بالطريقه اللي انت بتستخدمها. لو انت ماشي بالرول الاصليه الماركونيكوف، معاك البروبين والرئيس بتاعك طلب انك تحضر له التو بروبين، تو بروبين اول سوري 2 بروبانول، يعني عايز او اتش على 2 كربون، خلاص هتمشي بالكونديشنز الطبيعي، تحط يا اما الميه في اسيد ميديوم، يا اما تحط الهيدروجين هالايد سواء كان عايز الهالوجين او الاو اتش، تدخل على 2 بوزيشن. افترضنا الاستراكشر اللي هو رسمه لك كان عايز الاو اتش تدخل هنا او الهالوجين تدخل هنا، عايزهم 1 اول او 1 كلورو مثلا، تقول له ايه؟ والستارتنج ماتيريال المتاح اللي عندكم هو البروبين، تقول له ايه؟ ما ينفعش؟ ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش. تدور على كونديشنز ثانيه. زي ما في الماركونيكوف اللي هو بيمشي في الطبيعي، اللي لو انا ما اتدخلتش هو ده اللي بيحصل. اتدخل انا بري ايجنت ثاني واغير في الكونديشنز عشان اخليه يمشي عكس ماركونيكوف. ادخل ببلطجي يعمل عكس الطبيعه اللي هو الانتي ماركونيكوف. فانا عندي الماركونيكوف وعندي الانتي ماركونيكوف. تعال نشوف الميكانيزم بتاع الماركونيكوف اساسا، ليه الماركونيكوف بيطلع كده؟ ليه الهيدروجين بتدخل على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر؟ نشوف ايه السبب، وبعدين نشوف الانتي ماركونيكوف بقدر احققه او اجبر المولكيول انها تمشي بيه ازاي. يبقى احنا قلنا الماركونيكوف رول عباره عن ان الهيدروجين هيدخل على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر. تعالى بقى نشوف السبب. في المحاضره بتاعت الصيف انا قلت لك كده، قلت لك اكتفي بهذا القدر، وقلت لك جوه كليه الصيدله هنعلمك السبب بتاع ليه يدخل على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر. تعال نرسم الاستراكشر بتاعنا بالراحه كده ونجرب نشوف، هندخله هنا مره وهندخله هنا مره ونشوف ايه اللي بيجرى. لو انت عندك ال CH3 البروبين اهو ودبلي بوندد CH2، وبعدين جيت حطيت عليه الهيدروجين هالايد. المفروض ان الهيدروجين شايل بوزيتيف والهالوجين شايل نيجاتيف. المفروض ان الدبل بوند دي فيها الكترونز. اتفقنا ان الحركه بتاعت السهم بتكون من اللي عنده الكترونز للي هيعمل اتاك للي ما عندهوش. انا عندي هنا اهوت الحته ديت من الاستراكشر عباره عن حاجه فيها الكترونز، الكترون ريتش سنتر، يعني هنا في نيجاتيف تشارج موجوده وهنا في عندي بوزيتيف، يبقى يحصل عندي اتاك من النيجاتيف على البوزيتيف هنا،
تعالى نرسم الكلام ده، يعني الدبل بوند دي تتفتح وتعمل اتاك هنا. فتح الدبل بوند كان ممكن يكون ازاي؟ كان ممكن يكون ان الكربون دي هي اللي اخذت التو الكترونز بتوع الباي بوند اتكون عليها نيجاتيف وهي اللي عملت اتاك على الاتش، او العكس الكربون دي هي اللي استقوت واخدت التو الكترونز بتوع الدبل بوند ديت وهي اللي عملت اتاك على الاتش. تعالى نرسم الكيس دي والكيس دي ونفاضل ما بينهم. في الحاله الاولى لو الكربون اللي في النص هي اللي اخدت الالكترونز وهي اللي عملت اتاك على الاتش، يبقى الاتش دخلت هنا ولما دي اتاخد منها الالكترونز دي شالت ايه؟ بوزيتيف تشارج. طب تعالى نرسم الكيس الثانيه، بقى عندك السي اتش 3 اهي ما جتش جنبها والسي اتش والسي اتش 2. اتفقنا ان مين المره دي اللي استقوى واخد الالكترونز؟ السي اتش 2، فبالتالي هي اللي هتاخد الاتش لان هي اللي عملت الاتاك، والسي اتش هي اللي شالت بوزيتيف. اللي هتشد الالكترونز لو دي اللي شدت الالكترونز يبقى دي اللي هتاخد البوزيتيف، ولو دي اللي شدت الالكترونز يبقى دي اللي هتاخد البوزيتيف. رسمت الكيس دي ورسمت الكيس دي، طب تعالى بقى نقارن ما بينهم. هنا في الحالتين بقى في كربون شايله بوزيتيف تشارج، هنا الكربون اللي شايله البوزيتيف تشارج نوعها ايه؟ برايمري ولا سكندري ولا تيرتشري؟ بص كده جنبك هتلاقي الكربون دي ماسكه في كربون واحده، يبقى نوعها برايمري، يبقى هنا عندك برايمري كاربوكاتاين. طب تعالى على هنا الكربون دي نوعها ايه؟ هنا ماسكه في كربون من هنا وكربون من هنا، يعني ماسكه في تو كاربونز، تبقى سكندري كاربوكاتاين. يبقى انا عندي هنا اهو برايمري كاربوكاتاين، الاولانيه برايمري كاربوكاتاين والثانيه سكندري كاربوكاتاين. افتكر بقى معايا كده بالراحه، انا قلت لك ايه على التشارجز؟ قلت لك تيرتشري لما كربون لما بتشيل تشارج احسن من السكندري لما بتشيل تشارج، احسن من البرايمري، احسن من الميثل. اسوأ حاجه في الدنيا الميثل لما تشيل تشارج. ليه؟ قلنا علشان هنا جنبها ثلاثه كاربونز يساعدوا، كل واحده فيهم عليها هيدروجنز لو كانت هايبر كونجوجيشن كانت راديكال. لما بتكون بوزيتيف هي مساله ار، واتفقنا ان الار از ان الكترون دونيتنج جروب. طب في حاله السكندري جنبها اثنين ميثلز شايلين هيدروجنز يساعدوا از الكترون دونيتنج جروبس باي اندكشن، وبرده ممكن نقول باي هايبر كونجوجيشن، بس الهايبر كونجوجيشن بتمشي في الراديكال بس تشارجز لا. طب في البرايمري الكربون اللي شايله البوزيتيف جنبها كربون واحده بتساعدها باي اندكشن، يبقى التيرتشري احسن من السكندري احسن من البرايمري. يبقى في المنظر اللي قدامك اللي فوق مين افضل ان يشيل البوزيتيف، البرايمري ولا السكندري؟ اكيد اللي افضل لي ان السكندري هي اللي تشيل البوزيتيف، يعني ان التشارج تكون نون تيرمينال، كل ما دفستها جوه ما بين كاربونز كتير كل ما كان احسن لها، لان كل ما كان عدد اللي بيساعدوها باي اندكشن اعلى. بالتالي هنا دي اللي هتكسب، يبقى الهيدروجين دخل فين؟ دخل على الكربون اللاس ستيبل لو شالت تشارج، يعني دخل على البرايمري كربون. عاده البرايمري كربون يعني شايله كربونز اقل، شايله 1 كربون بس، يعني شايله هيدروجينز اكتر، وعشان كده الرول اتحقق. يبقى الفكره كلها قايمه على ايه؟ انت عندك 2 كربونز، لو على فرض ان في هنا كربونايه وهنا كربونايه والدبل بوند اهي، هنا في H2 وهنا مفيش H خالص، دي نوعها ايه؟ دي تيرتشري كاربون، دي نوعها ايه؟ دي برايمري كاربون. دايما البرايمري كاربون شايله هيدروجينز اكتر من السكندري واكتر من التيرتشري، اي نعم احنا ما بنصنفهاش بالطريقه دي، احنا بنصنفها بعدد الكربونز اللي هي ماسكاها، بس ما هو انا لما اهدر بوندز في الكربونز يبقى قللت البوندز اللي بتستخدم للهيدروجين. وبالتالي عشان كده البوند سوري الكربون البرايمري ما بتشيلش بوزيتيف تشارج بسهوله، وبالتالي ما تستحبش ان هي اللي تشيل البوزيتيف، وبالتالي هي اللي تاخد الهيدروجين عشان البوزيتيف تتشال على الكربون الثانيه اللي جوه اللي عليها هيدروجينز اقل وكربونز اكتر، وبالتالي هي اللي تشيل البوزيتيف تشارج. وهو ده الماركونيكوف رول، ان لما يبقى عندك كربون وكربون التيرتشري مور ستيبل as a carbocation عن السكندري عن البرايمري. فوانت بتعمل الميكانيزم وتيجي تفتح الدبل بوند بتاعتك تفتحها دايما بحيث ان الالكترونز تروح للتيرمينال كاربون علشان اللي تشيل البوزيتيف النون تيرمينال، وهي دي اللي تعمل اتاك على الاتش وتاخده وتدي لك
الهيدروجين هنا ودي اللي شالت البوزيتيف تشارج. وانس دي شالت البوزيتيف تشارج لسه في هالوجين، انا لسه من لحظه اخد البروتون بتاعه، طبيعي الهالوجين يقوم جاي عامل اتاك هنا وراكب على الكربون اللي في النص. وهو ده فكره الماركونيكوف ميكانيزم. الفكره هنا كلها لاني سبته يشتغل بمزاجه، ما دخلتش انا باي ريجنت من بره، فهو اشتغل اكوردنج للرولز الطبيعيه، ان الحاجه اللي عندها الكترونز اكتر هي اللي بتعمل اتاك على الحاجه اللي عندها الكترونز اقل، وبالتالي الدبل بوند هي اللي عملت اتاك على الهيدروجين اللي كان شايل بوزيتيف، وبالتالي الهيدروجين يدخل فين؟ يدخل نون تيرمينال، يدخل على البرايمري كاربون. لو ما فيش برايمري يبقى سكندري، لو ما فيش سكندري يبقى امره اللي راح يدخل على التيرش. وبالتالي العكس اللي هي المور ستيبل كاربوكاتاين هي اللي بتشيل البوزيتيف، وبالتبعيه هي اللي بتاخد الهيدروجين. تعالى بقى نشوف في الانتي ماركونيكوف بنعمل ايه. في الانتي ماركونيكوف انا بدخل بريجنت من بره، بدخل بحاجه اسمها البير اوكسايدز. ايه البير اوكسايدز ديت؟ عباره عن كومباوندز فيها اتنين اكسجين ماسكين في بعض، وبتكون سيمتريكال كومباوند، يعني الار دي لازم تكون هي الار دي، لازم يكونوا حاجه واحده. ايه اللي بيحصل؟ ليه انا عامله كده؟ انا عامله كده علشان البوند دي يكون القوتين اللي ماسكينها ايدنتيكال، بمعنى مفيش اكسجين في الاثنين اكسجينز دولت مور الكترونيجاتيف من الثانيه عشان تشد منها الالكترونز. فبالتالي لما اخد البيروكسيد دوت واحطه في الهاي تمبرتشر او اليو في او الاثنين مع بعض، اللي يحصل ان هو يتكسر هوموليتيك فيجن من عند البلين اوف سيمتري، يقوم عاطيني ايه؟ يقوم عاطيني اثنين الكوكسايد راديكلز. يبقى انا بقى عندي اتنين راديكلز. حلو كده الكلام. اوجدت انا كده which type of mechanism؟ free radical mechanism. والانتي ماركونيكوف فعلا بيمشي في الفري radical mechanism. اخد الالكوكسايد ده، هو ده اللي احطه على الهيدروجين هالايد. الطبيعي في الالكوكسايد ان هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكحول ناقص اتش، ودايما المايتي اللي هي الكايل جروب ماسكه في اكسجين، لو ناقصها اتش وماسكه في اي حاجه ثانيه في الدنيا او عليها تشارج، اول حاجه بتعملها انها بتجري تاخد هيدروجين عشان تكون الالكحول. تاخده as a positive ولا as a negative؟ لا positive ولا negative، هتاخده as a radical، يعني تخليه ياخد الالكترون بتاعته من البوند اللي بينه وبين الهالوجين. كده الهالوجين ناقص له ايه؟ الالكترون بتاعته. كده انت كونت الالكهول خلاص، وناقص معاك الهالوجين as a radical. مين دلوقتي اللي داخل على الالكين بتاعك؟ الهالوجين اللي as a radical. انت كده خلصت الانيشيشن، انت كده عملت الانيشيشن بتاعتك. ادخل بقى على البروباجيشن. البروباجيشن بتاعتك عباره عن ايه؟ البروباجيشن بتاعتك عباره عن ادي الالكين اهو، وبتدخل عليه الهالوجين as a radical. الهالوجين قدامه سكة من اتنين زي ما كان حاصل في الهيدروجين، يا يدخل على الكربون 1 يا يدخل على كربون 2. تعال دخله على دي مرة وعلى دي مرة. لو دخل على كربون 1 يبقى كربون 2 هي اللي هتشيل الراديكال، ما هو هيفتح البوند هوموليتيك، طالما هو فري راديكال يبقى بيفتح اي بوند بيدخل عليها هوموليتيك. حط مرة كده ومرة كده، ادي CH3 CH وCH2، دخله مرة هنا ودخله مرة الناحية الثانية. لما دخلته على التيرمينال بقت الفري راديكال هنا، ولما دخلته على الميدل كاربون بقت الفري راديكال هنا. تعالى بقى نقرر what type of carbocation of free radical انا عندي. هنا الفري راديكال بتاعتي دي نوعها ايه؟ secondary free radical. طب وهنا دي نوعها ايه؟ برايمري. مش الكربون بتاعتها ماسكه في 1 كربون، يبقى انا مره في الميكانيزم الاولاني او في الاوبشن الاولاني بقى عندي سكندري فري راديكال، وفي المره الثانيه بقى عندي برايمري فري راديكال. متفقين مين اللي مور ستيبل؟ التيرشري احسن من السكندري احسن من البرايمري، يبقى الميكانيزم ده هو اللي اوقع، يبقى دي اللي دخلت هنا. نيجي يبقى ده مش هيحصل، يبقى انا لما اجي هنا هو تقول مين اللي هيحصل؟ ده مش هيحصل، الستركتشر ده مش هو اللي هيطلع، والستركتشر ده هو اللي هيطلع. جميل، تعالى بقى نكمل عليه.
يبقى انت اخدت الحالة اللي لما كان الراديكال في النص، لان البرايمري راديكال مش حلوة، السكندري راديكال هي اللي حلوة. يجي في another hydrogen halide molecule يقوم جاي يعمل معها البوندينج، اعطي لك الفري راديكال بتاعت الهالوجين ماليش دعوة بيها، وطلع الالكين اللي اتفتحت الدبل بوند بتاعته، والهالوجين بقى تيرمينال والهيدروجين هو اللي بقى في النص. هنا الهالوجين دخلت على الكربون اللي كان عليها هيدروجينز اكتر، يبقى انا بالفري راديكال ميكانيزم مشيت انتي ماركونيكوف. انا لو سبته يمشي بايونيك ميكانيزم عادي اللي هو الهيتروليتيك فيجن اللي بيتواجد فيه ايونز، عشان كده بنقول عليه ايونيك ميكانيزم، يدخل الهيدروجين على التيرمينال كربون علشان اللي في النص هي اللي تشيل التشارج. انما لو انا دخلت بفري راديكال ميكانيزم يدخل الهالوجين هي اللي على التيرمينال كربون علشان السكندري او التيرشري كربون هم اللي يشيلوا الفري راديكال. الفكره هنا كلها مرتبطه بمين اللي هيدخل الاول. يعني ايه؟ يعني في حاله الماركونيكوف اللي بيدخل الاول علشان انا سايباه للايونيك ميكانيزم، فالاتاك بيحصل على الهيدروجين الاول لان الهيدروجين هو اللي شايل بوزيتيف، والميتي اللي عندي اللي هي الالكين شايله الكترونز فهي اللي بتعمل اتاك هنا. انا سبتها تتحرك بطبيعتها، طبيعتها ان الحته دي شايله الكترونز فتقوم عامله اتاك على الهيدروجين، فالتشارج بتدخل دايما دايما التشارج عندك في النص على الترشري احسن من السكندري احسن من البرايمري. فهنا مين اللي دخل الاول؟ دخل الهيدروجين فدخل تيرمينال، ودي اللي شالت التشارج عشان تبقى المور ستيبل. في حاله الانتي ماركونيكوف انا ما سبتهمش تمشي بطبيعتها، يعني انا ما خدتش ده وحطيت عليه الهيدروجين هالايد، لا انا ما دخلتش ده من البدايه خالص، انا استنيت شويه ودخلت بالبيروكسايد خليته يكسر هومولتك باليو في بتاعي، بقى عندي دي. واشمعنى اخترت دي؟ علشان تبقى عايزه هتتجن عايزه تكون الالكول، تقوم جايه اخده الهيدروجين از فري راديكال وتطلع لي الهالوجين از فري راديكال. في الحاله دي بدل ما الالكين بتاعي هو اللي بيعمل الاتاك على الهيدروجين هالايد، هنا الهالوجين هو اللي هيعمل اتاك على الالكين. انا عكست البروسيس، فاللي هيحصل دلوقتي ان ده هو اللي بيكون، وطبيعي برضو انا عايزه التشارج اللي هي المره دي راديكال تبقى في النص، انا دايما عايزه التشارج في النص. ففي حاله الماركونيكوف الاتاك حاصل من اللي عليه الكترونز اللي هو الالكين، فبالتالي بياخد اللي عليه البوزيتيف اللي هو الهيدروجين، وبالتالي اللي دخل في الاول اللي هو الهيدروجين دخل تيرمينال والتشارج اتحطت في النص. في الانتي ماركونيكوف بعمل فري راديكال كخطوه تمهيديه في الاول بالبير اوكسايد علشان البير اوكسايد ياخد الهيدروجين وما يبقاش الهيدروجين موجود از ان اوبشن قدام الالكين. خلاص الالكين ما قداموش الاوبشن بتاع ان هو يلاقي الهيدروجين اللي شايل بوزيتيف، الالكوكسايد اللي شايل راديكال، الالك اوكسايد اللي شايل الراديكال اخد الهيدروجين وطلع بيه خلاص از ان الكول. بالتالي بقى مين الوحيد اللي موجود في الميديوم؟ الهالوجين. يبقى الالكين مضطر يتعامل مع الهالوجين مش مع الهيدروجين، ما عندوش الرفاهيه بتاعت ان هو يختار ما بين الهيدروجين والهالوجين فهيختار اللي عليه البوزيتيف عشان هو عليه الكترونز، لا انت ما قدامكش غير الهالوجين. ومش بس كده، مش بمزاجك تتفاعل او ما تتفاعلش، ده الهالوجين شايل راديكال ومش مرتاح ومتضايق وبيدور على حد يعمل معاه بوند، وهيجبرك غصب عن عينك انك تدخل معاه في رياكشن. وبالتالي الهالوجين هو اللي دخل هنا في الاول فدخل على برضه التيرمينال كاربون. يعني دايما اللي بيدخل في الاول هو اللي بيدخل على التيرمينال كاربون، هو اللي بيدخل على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر، هو اللي بيدخل على الكربون اللي لو شال التشارج هتبقى less stable عشان يسيب التشارج على المور stable كاربون. ده الفرق بين الماركونيكوف والانتي ماركونيكوف. خلينا بقى نشوف الكلام ده على السلايدز المنظمه وبعدين نشوف بقيه الاديشن رياكشنز. نشوف الكلام ده على السلايدز المنظمه. عندي قلنا الرياكشنز اوف الالكينز، انا بقول لك من الاخر سيبك من التسميات الكتير، هي اديشن رياكشنز. اما تعمل اديشن لهيدروجين بنسميها هيدروجينيشن او كاتاليتيك ريدكشن. في الحاله دي بتدخل هيدروجين على التو كاربونز اللي ماسكين الدبل بوند، وهنا ما عنديش قلق من مين الهيدروجين هيدخل على انهي كاربون، حتى لو كان الكومباوند بتاعي مش سيمتريكال مش هتفرق كتير، يدخل الهيدروجين ده هنا والهيدروجين ده هنا ولا ده هنا وده هنا مش فارقه لان هما الاثنين عباره عن هيدروجينز. دي اول رياكشن. تاني رياكشن
اني اعمل برضو addition بس الهيدروجين هالايد، بنسميها electrophilic addition reactions of alkenes. فيها الهيدروجين هالايد وفيها الهالوجينز وفيها الميه. ممكن اعمل addition للهيدروجين هالايد، ممكن اعمل addition للهالوجين، وممكن اعمل addition لميه، مش بتفرق كتير في الاخر، برضو كلهم عباره عن additions. اتفقنا ان لو الالكين بتاعي symmetrical يبقى مش هتفرق الهيدروجين تدخل فين والهالوجين تدخل فين. المشكله كلها بتحصل لما يكون الالكين بتاعي مش سيمتريكال، ما فيهوش بلين اوف سيمتري، ما فيهوش تناظر، ما فيهوش ناحيتين شبه بعض بالظبط، يمين وشمال الدبل بوند، زي حاجه زي كده. هنا اصبحت فارقه معايا ان انا ادخل الهيدروجين فين والهالوجين فين. لو جينا بصينا على الدبل بوند، ماسكاها الكربون دي والكربون دي، الكربون دي ما عليهاش هيدروجينز خالص، والكربون دي عليها اتنين هيدروجينز، يبقى اللي عليها اتنين هيدروجينز هي اللي عليها هيدروجينز اكتر، يبقى هي اللي هيدخل عليها الهيدروجين. فتيجي تبص تلاقي دي بقت CH3، يبقى دي واحده CH3 2 3 اهو، والهالوجين يدخل على الكربون اللي في النص مش العكس. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. واتفقنا ان ده اسمه ماركونيكوف رول، ان الهيدروجين ادز للكربون اللي عليها greater number of hydrogen atoms. واتفقنا على الميكانيزم بتاع الماركونيكوف، قلنا ان هو بيمشي بايونيك ميكانيزم، اللي بيحصل ان الدبل بوند بتكون الالكترونز على واحده من الكربونز اللي ماسكاها، يا دي يا دي، وتعمل بيها اتاك على الهيدروجين اللي المفروض ان هو بيبقى شايل بوزيتيف. الهالوجين اللي جنبه الكترونيجاتيف وشدد الالكترونز منه، بالتالي ده اللي شايل بارتشال بوزيتيف وده اللي شايل بارتشال نيجاتيف. يا قدامي اوبشن من اتنين، يا الهيدروجين يدخل على اللي في الطرف اللي هي البرايمري والتشارج تتحط على السكندري، يا الهيدروجين يدخل على السكندري والتشارج تتحط على البرايمري. وبالتالي طبيعي اتفقنا ان التيرتشري charged carbon is more stable than the secondary, more stable than the primary. وبالتالي the secondary carbocation is more stable than the primary carbocation. فيبقى هو ده اللي هيحصل. وبعدين the halogen as a negatively charged moiety دلوقتي، لأن الهيدروجين كان ساب الإلكترونز بتاعته له ومشى، بيعمل attack على الكربون شايل الباستيف ويكون لك الألكايل هالايد. أنا هحطلك هنا سؤال يقول لك give the structure والنيم بتاع البرودكت اللي هيطلع لما تعمل ماركونيكوف addition of ال HCl على البروبين وعلى 2-methyl propene. أنا عايزك تجاوب السؤال ده وتسلمه الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده حسب سكشنك ميعاده إمتى. هتسلمه الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده، معاك لغاية الأسبوع اللي بعد اللي جاي، هديك أوبشن كلكم لغاية الأسبوع اللي بعد اللي جاي عشان تسلم الإجابة بتاعت السؤال ده جوه السكشن، وهيكون عليه درجة جوه أعمال السنة بتاعتك. بعد كده اتكلمنا على الأنتي ماركونيكوف واتفقنا إن هو بيمشي بفري راديكال ميكانيزم، بتمشي بإنك تحط البيروكسيد اللي هو بيمشي فري راديكال ميكانيزم. قلنا بتحط البيروكسيد وقلنا إيه الهدف من البيروكسيد، إن أنا عندي هنا بلين أوف سيمتري علشان يبقوا دولت التو أكسجينز دولت أيدنتيكال قوي في كل حاجة، من حيث الالكترونيجاتيفيتي ومن حيث الانفايرمنت ومن حيث الستاتيك هيندرنس. ستاتيك هيندرنس عندنا يعني كلمه ثانيه بس كلمه ساينتفك شويه، كلمه زحمه. ستاتيك هيندرنس يعني ما يبقاش في زحمه حوالين المولكيول، فهم ايدنتيكال من كل حاجه، بالتالي لما يكسروا لازم يكسروا ايدنتيكالي، او بنقول عليها بيكسروا هوموليتيك ويدوني الفري راديكال. الفري راديكال دي ناقصها هيدروجين علشان تبقى الكول، وبالتالي بسرعه بتجري على الهيدروجين هالايد تاخد منه الاتش علشان تكون الالكول وتسيب لي الهالوجين از راديكال. دلوقتي الالكين ما بقاش عنده رفاهيه انه يختار في الهيدروجين هالايد ايه اللي يعجبه، لا ما قداموش غير هالوجين شايله راديكال. الهيدروجين خلاص، هيدروجين هالايد خلاص اتكسر بالبيروكسيد هوموليتيكالي، والهيدروجين راح للبيروكسيد عمل معاه الالكول وبقي لي الهالوجين از راديكال. فبالتالي القرار هنا الهالوجين هو اللي بيدخل، القرار هنا مش للالكين يدخل اللي يعجبه، لان هو لو اختار هيدخل الهيدروجين عشان هو الكترون ريتش سنتر. انا لما دخلت البيروكسيد اجبرته انه لما بيدخل الهالوجين، بالتالي اتفقنا ان اللي بيدخل في الاول هو اللي هيدخل على التيرمينال كاربون، هو اللي هيدخل على البرايمري كاربون، هو اللي هيدخل على اللس ستيبل كاربون عشان يديني المور ستيبل تشارجد كاربون، سواء كانت شايله بوزيتيف او كانت شايله راديكال. وبالتالي نطلع الانتي ماركونيكوف، وبالتالي لما رئيسك يقول لك عايز الوان هالو بروبين تقول له من عينيا،
يقول لك طب انا عايز التو هالو بروبين، تقول له برده من عينيا، لو عايز التو هتمشي بالماركونيكوف، لو عايز الوان هتمشي بالانتي ماركونيكوف. ماركونيكوف بيمشي لوحده سيمالتينيسلي، من نفسه بيشتغل، ما فيش مشكله خالص. انما الانتي ماركونيكوف انت لازم تتدخل بالكونديشنز بتاعتك انك تستخدم البيروكسايد في وجود الفري اليو في لايت. نفس الكلام ده لما اجي ادخل الميه، اتفقنا بحط ميه بس احط عليها انورجانيك اسيد. في الحاله دي عاده بنحط السلفيوريك اسيد، بس يبقى هنا ايه بقى، انهي سلفيوريك اسيد ده دايليوتد. يبقى انت خلي بالك من نقطه مهمه قوي، لما بتاخد كومباوند اي كومباوند في الدنيا وتحط عليه كونك سلفيوريك انت بتشيل الميه، انما لما بتاخد الكومباوند وتحط عليه الدايليوت سلفيوريك انت بتضيف ميه. انتبه للنقطة دي، لما بتحط الكونك سلفيوريك بتبقى بتشيل ميه، لكن لما بتحط الدايليوت سلفيوريك بتبقى بتزود عليه ميه. واتفقنا انه لو سيمتريكال مش هتفرق معايا مين داخل فين، انما لو اسيمتريكال يبقى الاتش تدخل على الكربون اللي عليها هيدروجينز اكتر. نيجي نشوف الميكانيزم بتاع الرياكشن دي بيمشي ازاي زي الميكانيزم اللي فات بتاع الهيدرو هالوجينيشن بالظبط. ادي عندك البروبين بتاعك وفي الدبل بوند جواه، وفي عندي اتش ماسكه في او اتش. الاتش كالعاده ممكن تطلع از ا بوزيتيف تشارج، الاكسجين شد الالكترونز فهي اللي شايله بارتشر نيجاتيف، والهيدروجين هي اللي شايله بارتشر بوزيتيف. طبيعي بيحصل عندي الاتاك على الاتش. قدامي زي ما اتفقنا اوبشن من اتنين، يا اما الاتش تدخل على البرايمري كاربون هنا ودي اللي تشيل البوزيتيف، يا اما تدخل على السكندري كاربون يعني هنا ودي اللي تشيل البوزيتيف. وفي الحالتين الاو اتش اللي طلعت من الريجنت بتاعك، انت هنا لما طيرت الاتش از ا بوزيتيف بقى لك او اتش از ا نيجاتيف، تيجي تعمل اتاك على البوزيتيف، ممكن هنا وممكن هنا. لو دخلتها هنا يبقى دخلت الاو اتش في النص، ولو دخلتها الناحية التانية تبقى دخلت الـ OH على الطرف. مين اللي هيمشي؟ زي ما أنا علمتك في واحد فيهم صح وواحد فيهم غلط، مين اللي صح؟ أهو لو أنت ماشي بالماركونيكوف هيبقى ده، ليه؟ عشان هنا دي secondary carbocation في حين دي primary carbocation، يبقى ده غلط. اللي صح اللي فوق، والـ OH تدخل على الـ سكن الاو اتش تدخل على النون تيرمينال او السكندري كاربون. طب لو انتي ماركونيكوف، لو انتي ماركونيكوف، وهعلمك بيمشي ازاي قدام شويه. تعال نشوف الميكانيزم على السلايد المتنظمه. ادي عندي الالكين وادي الاتش بتاعتي، ممكن تكون الاتش بتاعت الميه وممكن احط اسيد. لو تفتكر انا قلت لك بستخدم ميه في اسيد ميديوم دايلوت اسيد، فممكن الاسيد الهيدروجين البروتون بتاع الدايلوت اسيد نفسه هو اللي يبدا الرياكشن، وده يبقى اسهل لي ويخلي الرياكشن ده يمشي احسن. الاسيد بيرجع يطلع تاني لان الاتش بتطلع تاني من الميه تكونه، فبالتالي كاني انا اخدت في الاول الاتش بتاعت الميه. انا بحط ده بس عشان يسرع الرياكشن، عشان بدل ما ابقى بتعامل مع اتش شايله بارتشال بوزيتيف ابقى بتعامل مع اتش شايله فول بوزيتيف تشارج. اتفقنا ان عندي تو اوبشنز، يا اما تبقى اديني السكندري كاربوكاتاين يا اما يديني البرايمري كاربوكاتاين، وقلنا مش هيدي البرايمري لانه لا ستيبل وبيديني السكندري. بعد كده دخلت الاو اتش بتاعتي على السكندري كاربون ويديني الاسيد مولكيول، البروتون ده يرجع يطلع مره ثانيه عشان يعمل لي فريينج للريجنت اللي انا كنت حاطاه، وفي الحاله دي يبقى اسمه كاتاليست. ايه معنى كلمه كاتاليست؟ هو ريجنت انا بحطه هو actually زي ما بيدخل زي ما بيطلع. اي نعم هو دخل في الرياكشن في النص، بس زي ما دخل بيرجع يطلع تاني زي ما هو، وهو ده اللي حصل هنا. الاسيد دخل مؤقتا هنا بس رجع طلع تاني بروتون من هنا، فبالتالي ما فرقتش كتير، وعشان كده بنقول عليها acid catalyzed. اخر رياكشن في الالكينز اللي هي الاديشن اوف الهالوجينز، واتفقنا ان الهالوجين لانه سيمتريكال مولكيول يدخل في اي مكان، ما تفرقش معايا مين البرومو اللي تدخل يمين ومين البرومو اللي تدخل شمال، مش فارقه معايا كتير. بس بنقف هنا وقفه صغيره كده لازم ننتبه لها.
الوقفة اللي عندي هنا هو انت لما جيت عملت addition للبرومين على الدبل بوند، اما كنت عامل addition كنت مدخل برومين جاز. البرومين جاز ده له لون reddish brown، اما جيت كسرت البوند اللي ما بين الاتنين برومو ودخلت واحدة فيهم هنا والتانية هنا، ما بقاش عندك البرومين جاز، البرومين جاز اختفى. البروميد في حد ذاتها ملهاش لون colorless، ولما تدخل جوه الكومباوند هترتبط بالبرودكت بتاعه هو ده اللي وضعه ايه. فالبرومين جاز اللي هو ريدش براون لما دخل في الرياكشن دي لونه اختفى. انت داخل بالجاز له لون، اما دخل جوه الرياكشن اتكسر الجاز واختفى الجاز، بالتالي اللون بتاعه اختفى. طب ايه اهميه رياكشن زي ديت، او ايه اهميه المعلومه دي؟ المعلومه دي لما انا ادي لك الكين ومعاه الكين واقول لك دور على كيميكال تيست كالر تيست يفرق ما بينهم، تقول لي والله انا هحط برومين على الاثنين، هنا البرومين يتكسر والكالر ديس ابيرز، الريدش كالر بتاعه يختفي. انما هنا نو رياكشن وبالتالي الكالر يفضل موجود، الريدش براون كالر بتاعه يفضل موجود. نفس الرياكشن دي موجودة عندي في حاجة زي البوتاسيوم بيرمنجنيت، والرياكشن بتاعت البوتاسيوم بيرمنجنيت دي هنشوفها في الآخر. دي عبارة عن addition reactions بس double addition reaction بطريقة معينة هوريها لك في الآخر. خلينا بقى دلوقتي في بقية الهايدريشن. انا قلت لك ان انت الهايدريشن كان ممكن تعملها بالماركوني كوف عادي بانك تحط دايلوت اسيد. باجي ارجع هنا واقول لك ان في طريقه تانية برضو للماركوني كوف، يعني برضو الاتش هتدخل على الكربون اللي عليها هيدروجنز اكتر، والاو اتش هتدخل على الكربون اللي عليها هيدروجنز اقل، بس اسمها بستخدم فيها الميركريك اسيتيت، واسمها الرياكشن دي اسمها اوكسي ميركوريشن دي ميركوريشن. بعمل اوكسي ميركوريشن يعني ادخل ميركريك اوكسايد واطلع دي ميركوريشن، ارجع اطلع تاني الميركري بتاعي. بستخدم ميركريك اسيتات في سولفنت اسمه تي اتش اف وشويه ميه، وبعدين كده بعمل الميركوريشن اللي هي الاوكسي ميركوريشن. لما اجي اعمل خطوه الدي ميركوريشن دي كده كانت ستيب 1 الاوكسي ميركوريشن، ستيب 2 اللي هي دي ميركوريشن بتبقى خطوه ريدكشن بحاجه اسمها سوديوم بورون هيدرايد، يطلعوا لي الاثنين على بعض الخطوتين على بعض يطلعوا لي الهايدريتد الكين. انا كان عندي هنا دبل بوند دخلت الاو اتش على السكندري والاتش على البرايمري، يعني الاتش دخلت على الكربون اللي عليها مور هيدروجنز يعني ماركوني كوف. طب انا تعب قلبي وشاريه ريجنت غالي زي الميركريك اسيتات وبعمل كونديشن صعبه وارجع احط بعد كده ريدكشن بسوديوم بورون هيدرايد، ما انا كان عندي شويه ميه واحط فيهم نقطه اسيتيك نقطه سلفيوريك اسيد واخلص. ايه سبب ان انا اشتريت تو ريجنتس وسولفنتس غاليه زي تي اتش اف وريجنت زي ميركريك اسيتات وريجنت تاني زي سوديوم بورون هيدرايد؟ ايه لازمه وجع القلب ده كله طالما انا في الاخر بطلع بنفس البرودكت اللي هو الماركوني كوف؟ المشكله في حاله بتحصل عندنا، في عندي حاجه اسمها الري ارينجمنت. انا قلت لك ان التيرشري بتبقى مور ستيبل عن السكندري عن البرايمري. طيب لو انا عندي ستراكشر زي ده اللي برسمه ده، انا مستنياكم انتوا بينكم وبين نفسكم تكونوا بتقولوا مين ده؟ ده عبارة عن new compound. تعالى بقى حط هنا الدبل بوند بتاعتك. حلو كده؟ يبقى ده النيو مين؟ كم كربون دول؟ معاك الخمسة بتوع النيو وكربونية زيادة. يبقى معاك ده النيو هيكسين. حلو قوي. النيو هيكسين ده لو انت جيت حطيت عليه الهايدري الاسيديفايد ووتر عملت هايدريشن عادية خالص. تعالى امشي في الميكانيزم الطبيعي. الاتش هتدخل على الدبل بوند، هيحصل اتاك من الدبل بوند للاتش. تعالى ركب الاستراكشر، ادي النيو اهو وادي السي وادي السي الثاني، دي سي اتش ودي سي اتش. دخل مره الاتش هنا ودخل مره الاتش هنا. الطبيعي والمعتاد بتاعك ان انت لما بتدخل الاتش هنا دي اللي شالت الباستيف تشارج، صح كده؟ دي اللي عليها الباستيف تشارج. حلو الكلام. وهي دي المور ستيبل، انا لو دخلت الاتش الناحيه الثانيه بقت دي اللي شايله البوزيتيف مش ستيبل. جميل. نوع هنا دي كان ايه؟ برايمري، فمش ستيبل فما اتكونتش. طب نوع دي ايه؟ سكندري. بس في جنبها كربون هنا هو النيو ديت عليها اربعه كاربونز. لو انا اخدت دي بكل الالكترونز الميثيل دي
بكل الالكترونز بتاعت البوند، يعني اخدتها as a negative charge as a methide ونقلتها هنا، ودي بنقول عليها methide shift. الكومباوند بيعملها من نفسه، انا ما بتدخلش، هو قدامه الشارج متشال على سكندري كاربون وفي جنبها كاربون، لو شالت الشارج هتبقى تيرشري. عد كده، ادي الميثيل الاولانيه وادي الثانيه، وانا شلت واحده من الميثيلز، اوكي الميثيل اللي تحت انا ما رسمتهاش اهو، حطيت مكانها البوزيتيف، وادي السي اتش اللي كانت شايله البوزيتيف، نقلت لها الميثايد جروب، وادي السي اتش 2 اتش اللي انا ما اديتش لها. نوع الكاربوكاتاين هنا بقى ايه؟ بقى تيرشري كاربوكاتاين، وده ري ارينجمنت بيحصل اوتوماتيك، انا ما اقدرش لا اوقفه ولا اتدخل فيه عشان يديني المور ستيبل كاربو كاتاين. يبقى انا لو اخدت كومباوند زي اللي انا رسماه ده وحطيت عليه ميه، مش هطلع بالبرودكت اللي انا عايزاه. يعني بمعنى اصح، لو انا اخدت النيو كومباوند دوت ومشيته بالطريقه الطبيعيه، وحطيت عليه الاسيديفايد ووتر، انا بعمل ده عشان انا طلبي اني انا اطلع بيه الكومباوند ده، الكومباوند اللي الديزاين بتاعه معمول علشان نحضره عشان نعمل منه دواء معين، المفروض ان انا كنت عايزة ان انا احضر ده. الاو اتش دخلت في النص، اللي بيحصل حقيقي ان لا، اللي انا هحضره هيبقى ده. ده يطلع لي ماينر وده يطلع لي ميجر، وانا عمري في حياتي ما بعمل رياكشن عشان اطلع بماينر برودكت، انا بعمل الرياكشن عشان اطلع بالميجر برودكت. مش معقوله اهدر مثلا جرام كامل من الرياجنتس بتاعتي ومن الستارتنج ماتيريالز الغاليه بتاعتي عشان في الاخر اطلع ب 20% من البرودكت اللي هو طلبي، لا اكيد انا عايزه الميجر هو اللي يبقى اللي بتطلعه الرياكشن بتاعتي. وزي ما انت شايف هنا، الميجر مش هو طلبك، لو انت طلبك ده فهو ده مش اللي طلع، اللي طلع حاجة تانية خالص، اللي طلع ان الـ OH مترحلة كربوناية، والميثل اللي كانت هنا ترحلت للناحية دي، حصل سويتش ما بين الـ CH3 والـ OH، دول اتنقلوا مكان بعض، اللي أنا عايزاه ماينر، اللي بيطلع الميجر حاجة تانية خالص. أحل المشكلة دي إزاي؟ بحلها بالأكسي ميركيريشن دي ميركيريشن، وعشان كده بندفع فيها فلوس، لأنها لها معنى عندنا. بيتم الميكانيزم بتاعها بقى ازاي؟ تعال نشوف اللي بيجرى. لو انت عندك الدبل بوند اهي، الدبل بوند بتاعتك اهي، ادي سي اتش دبل بوندد لسي اتش 2، وايا كان بقى اللي ماسك هنا مش هشغل بالي بيه، سيبه دلوقتي شويه. جيت حطيت عليه الميركريك اسيتيت، ميركري وماسك في اتنين اسيتيت مولكيولز، ادي الميركريك اسيتيت. زي ما احنا متعودين، الدبل بوند هتعمل اتاك على الريجنت، يقوم طارد واحده من الاسيتيتس اللي ماسكه فيه، يقوم جاي يعطيني ادي هنا ماليش دعوه بيه سي وسنجلي بوندد لسي، ده الالكين بتاعي بعد ما فتحت الدبل بوند. ويجي يعمل ايه؟ واحده فيهم ماسكه في الميركري بجد، والثانيه partially attached للميركري، والاسيتيت اللي فاضله لسه موجوده. في بوند قوية وبوند أضعف شوية، بس النهاية إيه؟ مفيش حد شايل بوزيتيف، مفيش تشارج اتكونت. ليه؟ الميركري ما مسكش بالكامل هنا وساب دي ترن وتشيل بوزيتيف، أو مسك هنا وساب دي ترن وتشيل بوزيتيف، ما حصلش. هو مسك فيهم هما الاتنين، وسط نفسه في النص ما بينهم، عطاك حاجة رينج ستراكتشر، سايكليك ستراكتشر ما بينهم هما الاتنين، والبوزيتيف هنا جوه الستراكتشر نفسه. لا الكربون دي اللي شايلاها ولا الكربون دي اللي شايلها، بالتالي مفيش اي معنى ان هي تاخد مساعده من الحته اللي جنبها. انا دلوقتي المشكله كانت بتحصل لما الكربون دي بتشيل بوزيتيف، لو جنبها هنا حاجه تقدر تساعد كان بيحصل شيفت وتساعدها. الفكره ان الكربون دي ما شالتش بوزيتيف والكربون دي ما شالتش بوزيتيف، البوزيتيف هنا جوه ومين اللي متحمل على الميركري مش عليهم، بالتالي ما عنديش هنا مشكله خالص، بالتالي ما يحصلش ميثايد شيفت. وبالتالي بعد كده لما تيجي الاو اتش تدخل فين؟ تدخل عادي زي ما احنا متعودين على الكربون اللي في النص، ادي هنا ماليش دعوه بيه، والاو اتش دخلت هنا، والبوند دي اتفتحت كده، سقت في اتجاه ده، والميركريك اسيتيت اتشال بالكامل على الترمينال كربون اللي هي البرايمري كربون.
ولا حاجة. كل اللي ناقص لي ان انا اشيل ده خطوة الريدكشن بالصوديوم بورون هيدرايد، بتطير ده وتدخل لي مكانه الهيدروجين اللي انا عايزاه اساسا. وبالتالي الرينج ستراكشر ده هو اللي بيمنع الري ارينجمنت. تعال نشوف الكلام ده. عندك اهو خطوة الأكسي ميركوريشن أتاك من دي على الميركوري اللي هو بيبقى شايل بارتشر بوزيتيف، دخل الميركوري وطرد أسيتيت من اللي عليه. بس الفكرة إن البوزيتيف هنا جوه على الميركوري نفسه، هو جوه الرينج ستراكشر دي، ما شالتش بوزيتيف عشان أعمل لها أي شيفت عشان أزود الاستابيليتي بتاعتها. وبالتالي بعد كده الـ OH دي تدخل على الكربون اللي في النص عشان نمشي ماركوني كوف عادي خالص. احنا المفروض ماشيين الاوكسي ميركوريشن دي ميركوريشن، قلنا ماركوني كوف، فالـ OH تدخل في النص على الكربون اللي عليها less hydrogens. وبعدين الميركوريك اسيتيت اتنقل على البرايمري كربون، اعمل له دي ميركوريشن بالريدكشن واوصل للتارجت بتاعي. بعد كده عندي رياكشن اخيره في الاديشن اوف ووتر على الدبل بوندز اللي هي الهايدريشن رياكشنز. لو تفتكر لما كنت بكلمك على الهيدروهالوجينيشن اديشن اوف اتش هالايد، قلت لك ان انت يا تمشي بماركونيكوف يا تمشي بانتي ماركونيكوف. برضه لما اجي اكلمك على الهايدريشن، انا كل اللي كلمتك عليه لغايه دلوقتي ماركونيكوف. طب ايه اخبار الانتي ماركونيكوف؟ موجود معايا، ما هو مش حامل. طالما انا مشيت في سكه ان انا لازم ادخل السبستيتيونز بتاعتي في كل حته، لازم اعرف ادخلها هنا او هنا، يبقى زي ما عملتها في الهيدروجين هالايد هعملها في الميه. بدخلها ازاي؟ مش هقدر استخدم بقى ميه في وجود بيروكسيد زي ما عملت في حاله الهيدروجين هالايد، حطيت بيروكسيد ويو في والهيدروجين هالايد. هنا بستخدم حاجه اسمها البورين بي اتش 3 او الدايبورين، اتنين منه بي اتش 3 تو ذا باور 2. في طريقه ثانيه بنرسمه بيها ان احنا نقول B2H6. مش انت لو دخلت التلاتة دي جوه البراكت، الاتنين دي سوري، لو دخلت جوه البراكت تبقى ال B2 وال H3 في 2 تبقى 6. فانت ممكن ترسمه B2H6 او BH3 الكل 2 او البورين نفسه ال BH3 وتحطه في سولفنت اللي هو ال THF. المفروض بتحصل خطوة بوريشن هيدروبوريشن في الاول، مش عايزاك تعرف الميكانيزم بيمشي ازاي، بس المهم تعرف في خطوه هيدروبوريشن في الاول، وبعدين بكسرها بعد كده بهيدروجين بيروكسيد في الكالاين ميديوم علشان ادخل الاو اتش تيرمينال، يعني امشي انتي ماركونيكوف. في الطبيعي لو مشيت ماركونيكوف الاو اتش تدخل هنا والاتش هنا، انا دخلت الاو اتش هنا والاتش هنا بايه؟ بالهيدروبوريشن. يبقى انت تو سمرايز الكلام ده، لما تيجي تعمل هيدريشن على دبل بوند خلي بالك من اللي جنبها. لو اللي جنبها يقدر يعمل ميثايد شيفت، يبقى لو عايز تمشي بماركونيكوف هتحط ميركريك اسيتات وتعمل بعد كده ريدكشن بالصوديوم بورون هيدرايد، يعني تعمل اوكسي ميركوريشن دي ميركوريشن. لو عايز تمشي بالانتي ماركونيكوف تعمل هيدروبوريشن، ودي ما فيهاش ري ارينجمنت، ما فيش خطر منها، فولد باي الهيدروجين بيروكسيد في الصوديوم هيدروكسيد وتطلع بالترمينال. لو مشيت بالهيدريشن الطبيعيه هيطلع عندك ميجر حاجه ثانيه خالص، الاو اتش بدل ما تدخل على الدبل بوند بتاعتك هنا هتدخل هنا مكان الميثيل دي، والميثيل دي هي اللي اتنقلت وهو ده الميجر برودكت، والماينر هو طلبك وما فيش رياكشن في الدنيا بتتعمل عشان اطلع منها الماينر برودكت. نيجي بعد كده نشوف اخر او قبل الاخير لسه في عندي، هي تعتبر الاكسيديشن اخر حاجه، بس الفكره اول ستيب او اول رياكشن في الاكسيديشن هي البوتاسيوم برمنجنيت او الاوزميوم تيتروكسايد، دي اللي هي انا بدخل فيها 2 او اتش على الكربونز بتاعه الدبل بوند. المفروض انت بتحط بوتاسيوم برمنجنيت او اوزميوم تيتروكسايد على اي الكين بيدخل لك او اتش هنا واو اتش هنا، يبقى كانها اديشن برضو. انت برضو عملت اديشن زي كل الاديشنز اللي فاتت، بس المره دي اديشن لاثنين او اتش. يبقى انت لغايه دلوقتي كل الاديشنز اللي انت شفتها كانت ايه؟ واحده سميناها ريدكشن اللي هي كاتاليتيك هيدروجينيشن، دخلت 2 هيدروجين على الدبل بوند. بعد كده رحنا مصنفين بقى الاديشن رياكشنز اللي هم قلنا عليهم ايه؟ يا اما تعمل اديشن لهالوجين، دخل هالوجين هنا وهنا، يا اما هيدروجين هالايد يبقى هيدروجين هنا وهالوجين هنا، يا اما هايدريشن تدخل هيدروجين هنا واو اتش هنا، وقلنا في ماركونيكوف وانتي ماركونيكوف، وعرفناك تمشي الماركونيكوف ازاي في كل طريقه والانتي ماركونيكوف ازاي في كل طريقه. وبعدين دلوقتي انا جاي اقول لك ممكن تعمل اديشن ثالثه بنسميها بقى اوكسيديشن، انك تدخل او اتش هنا واو اتش هنا. الريجنتس اللي بتدخلها البرمنجنيت والاوسميوم تترا اوكسيد، يدخلوا لك 2 او اتش. وزي ما قلت لك وانا بتكلم على الهالوجينيشن ان الرياكشن ده مهم في ايه؟ انه كالر رياكشن. زي ما كان البرومين لونه ريدش براون، البوتاسيوم برمنجنيت لونه بيربل
color، له لون violet غامق قوي قوي قوي، move غامق جدا. فانت لما تيجي تحطه هنا هو على الالكين ويتفاعل اللون ده يضيع، ومش بس كده بيظهر كمان معاك brown precipitated بتاع الباي برودكت بتاعه، بس المهم ان لونه ضاع. لو كان الستارتنج ماتيريال بتاعك الكين يعني مفيش دبل بوند totally saturated compound، حطيت عليه potassium permanganate اللون مش هيضيع، وبالتالي الريجنت ده زيه زي البرومين بالظبط، ممكن استخدمه to differentiate between الالكينز والالكينز، او بمعنى اصح اقدر اقول الكلمه بقى السليمه، اقدر استخدمه عشان اميز او افرق ما بين اي unsaturated compound وsaturated compound. نيجي نبص على الميكانيزم عشان نفهم الدنيا بتمشي ازاي. الميكانيزم عندي عباره عن sin addition، وعرفنا يعني ايه sin addition، ان الريجنت يتضاف على two carbons من نفس الاتجاه. في الستيريوكيمستري قلت لك في anti addition، ان واحد دخل من هنا والتاني دخل من الناحيه الثانيه. السن ان الاثنين دخلوا من نفس المكان. البرمنجانيت او الاوزميوم تتراكسايد الاثنين بيخلوا التو اكسجينز اللي من نفس الاتجاه يعملوا addition على الدبل بوند، ويدخل او هنا واو هنا وهو لسه راكب. اجي احط الميه في وجود الكالاين ميديوم او من غير الالكالاين ميديوم ايا كان، المهم ان انا بحط الميه، الاو اتش بتاعتها تيجي تحط لي تكسر هنا وتكسر هنا وتطلع لي المنجنيز داي اوكسايد وتديني داي اول. لما بيبقى عندي او اتش بقول اول، الاو اتش بيترمز لها في اخر الكلمه باول، انا ما دخلتش او اتش واحده، انا دخلت اتنين، يبقى ده داي اول، بطلع بالداي اول، ودي السن اديشن. يعني لو جيت اتكلم على الستيريو كيمستري الاثنين او اتش من نفس الاتجاه. اخر رياكشن بقى عندك خالص اللي بنقول عليها الاوزوناليسيس، دي انذر اوكسيديشن رياكشن، وهي اديشن بس بيحصل فيها كليفج للاستراكشر بالكامل. بيحصل الكلام ده ازاي؟ بيحصل الكلام ده ازاي؟ بيبقى عندك الكومباوند اللي فيه الدبل بوند، بتيجي تحط عليه الاوزون، والاوزون ده عباره عن اكسجين، ثلاثه اكسجين اتومز ماسكين في بعض. ايه اللي بيحصل؟ الدبل بوند بتتفتح ويدخل مكانها الاكسجين as a ring structure، ثلاثه اكسجينز مع بعض اهم as a ring structure، ده كده الاوزون اهو مسك على الاثنين كاربونز. بتيجي تحط انت عليهم الزنك في شويه ميه، ايه اللي بيحصل؟ ان الاكسجين دي تكون دبل بوند هنا والاكسجين دي تكون دبل بوند هنا، بالتبعيه دي لازم تتكسر، بما ان الكربون دي شايله البوند دي والبوند دي، وانت بتخلق بوند جديده هنا يبقى لازم بوند من البوند تتكسر، تقوم دي مكسوره. ونفس الكلام هنا، البوند الكربون والاكسجين دول بدل ما كان بينهم 1 بوند بس هيبقى بينهم 2 بوند، يبقى الكربون مش هتقدر تشيل البوند الاضافيه دي الا لو كسرت بوند من اللي حواليها، تقوم دي مكسوره. يجي يديني الاستراكشر عامل ازاي؟ يديني سي دبل بوند او وسي دبل بوند او، وبقيه الباي برودكت بتاعي مشغلش بالي بيه. يبقى انت اللي حقيقي حصل في الاوزوناليسيس اديشن اولانيه زي في حاله البوتاسيوم برمنجنيت، بس في حاله البوتاسيوم برمنجنيت كل اللي بيحصل ان كل اكسجينيه بتاخد اتش وبس، ما بتعملش دبل بوند. هنا لا، بتعمل دبل بوند، ما بتاخدش اتش، بتعمل دبل بوند مع الكربون، فانت بتكسر الاستراكشر بالنص كده وتركب هنا اكسجينيه وهنا اكسجينيه مكان الكربونز، يبقى دي مسكت فيها او هنا ودي مسكت فيها او هنا، والستراكشر بقى مقسوم بالنص. تعالى حاول تعمل ده على سيمتريكال الكين واسيمتريكال الكين. لو انا جيت رسمت الكين بالمنظر ده وعملت عليه الاوزوناليسيس اكثر هنا، اداني ايه؟ CH3CH وبقى فيه دبل بوند او، بلس الناحيه الثانيه ايه؟ CH2 وفيه دبل بوند او. طيب جميل، يبقى ادالك two products بنفس النسب، يعني اداك ايه؟ يعني اداك mixture of products، يعني الرياكشن ده ما يمشيش وما عندنا في الكيمستري وما نحبهوش، لان انا كده ما طلعتش بتارجت كومباوند، انا طالعه بميكستشر اوف كومباوندز تنضيفهم صعب. يبقى الرياكشن ده امتى استخدمه؟ استخدمه لما يبقى عندي symmetrical compound، يعني يبقى المنظر عندي كده، في هنا الدبل بوند اسمى الكومباوند لاثنين identical parts، لما اجي اعمل الاوزوناليسيس يطلع لي دي بدبل بوند او ودي بدبل بوند او، يبقى طلعت CH3 CH دبل بوندد او من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ادي CH3 CH دبل بوندد او، يعني هم نفس الحاجه. يبقى لازم الرياكشن ده لما بيتعمل يبقى زي ما قلت لك، انا دلوقتي اهم حاجه عندي ان انا استخدم symmetrical compound عشان اطلع بالسنجل برودكت. تعالى
نشوف الكلام ده على السلايد المنظمة. ادي الالكين بتاعي، اما بعمل له ازاناليسيس اتفقنا بكسر الدبل بوند دي هنا اهوت، واحط هنا اكسجين وهنا اكسجين، يديني كومباوندز زي ده. في حاله زي اسيمتريكال كومباوندز ان هنا طلع مره اسيتون ومره فورمالديهايد، الرياكشن دي غير ذات قيمة عندنا في الأورجانيك كيمستري لأنها طلعت ميكستشر أوف برودكتس. إنما لو استخدمت سيمتريكال كومباوند زي كده طلعت لي الاتنين مولكيولز نفس الحاجة، بالتالي لها قيمة. برضو حاجة زي كده أسيمتريكال ملهاش قيمة إلا على الورق، لأن الـ two products have بيطلع لي two products with the same proportions، they have the same proportion في الميديوم، بالتالي التنظيف بيكون صعب جدا. كده أنا خلصت الألكينز وخلصت الكورس بتاعي كله، والمفروض ان شاء الله من المرة الجاية دكتور راوية او دكتور خديجة اسماعيل هي اللي هتدخل لكم ان شاء الله وتبدأ معاكم بالالكينز والالكادينز. كل سنة وانتم طيبين، ولو حد عنده اي سؤال انا موجودة في مكتبي كل يوم سبت من الصبح لغاية الساعة حوالي 3. مكتبي مكانه فين؟ مكتبي مكانه في الدور الرابع في المبنى الجديد، موجودة طول يوم السبت وموجودة معاك جوه المعمل بتاعك يوم الاثنين. أنا قاعدة معاك يوم الاثنين جوه المعمل، أوكي؟ بكون يوم الاثنين في المبنى القديم في الدور الخامس في معمل الكيمياء العضوية بتاعنا، ويوم السبت في المبنى الجديد في الدور الرابع في الأوضة بتاعتي أو في معمل الكيمياء أيا كان منهم. لو محتاج أي حاجة تعالي واسألني، أنا متاحة وبرد على أسئلتكم في أي وقت يعجبكم.